الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. وكتابك أني الفقه المنهجي حكم المبيع زمن الخيار. حكمك الشيء لك ريم سدي ولا يهي مدد خيارك. واحد ملكية المبيع زمن الخيار لهان شها شيء لك ريم سدي زمن كخيارك. إذا كان الخيار خيارك يدور قاد الشد مركز وصولة للمتبايعين لما يقول به وحك ريم سدي كانت ملكية المبيع شيء المبيع ده ملكية دي سيئ لها شيء سيوحي نقريسا موقوفة من التشوشيين حتى يتبين الحال إلا حالك عداده ميوانكو عداده من فسخ العقد عقدي والله فسخه من دائها ميس ولا سعود سيو. فإذا فسخ العقد عقدي مرك الله فسخه تبين وحا عداده أن الملكية لن تنتقل من البائع ملكية دينا لك قولين كي إبيهم. وإذا أمضي البيع يبقى ملك السعودية وجيس لبنيارة تبين واحد هذا أن المبيع ملك للمشتري ملكين مشترك وطهي من تاريخ العقد اللي قصه بالعرض وأن ثمن العقد ملك للبايع كذلك العقد إنه ملك وطهي بايعين وعليه كائن وخص عليه دشيسا يملك كل واحد منهما مثل السؤال اللي بدأ هذا كم يدوح الملكين أيام زوائد ومنافع ما تبين أنه ملك من تاريخ العقد دير عددها هي دفها وحد ذين ملك جيس يهي تاريخ العقد يلا قصوا بالعظم وأن ثمر وزوائد كثمر الشجر ودرت من هذه واللبن المواشي حولها عن هذه والمنافعنا كأجرة الدار والسيارة ونحوها ذلك وكردي قريجيو قاريجيو وحي لم يتكها. وبالمقابل سيدا مرقا تاقا بالسرع كسور جهدنا يكون على كل منهما وحا هاني النفقة ومؤونة ما تبين نفقة هي خرشك وحا عدادي أنه ملك إنو يهي من تاريخ العقد أقضي تاريخ دي سلقا برابو كعلب الدابة ودابة علفين تيدا وإصلاح السيارة يقاريها قاجد نيسا ونحو ذلك يكاوحي لمضا. وإذا كان الخيار لواحد منهما هدوصر هذين كان الملك له يستقع يوصر هذه لأنه هو الذي يملك تصرف وكتصرف ملكين يدون غيرهم ومن ثم كان له المنافع والثمرات هل كأنه وكدوا ليننا منافع دي الثمرات كيستقع يلا وكانت عليه المؤونة والنفقات قرشتي أن بقوين كان يستقع الله يلا ميا. وعلى العلماء شيء لك ريب سري حدي خيار أي كلا يهين لبادن قفة وحك ريب سري بان كي وحبينا خيار صدع شابان ليه هيبول كي وحبسنا خيار صدع شابان ليه هيبول خيار كلا بدو دبوا ياشين شيء لك ريب سري يلا عيت اللفد يدبا لهان شهد يملك يدوا موقوفه هل كان أيو دلدري حيب انت حالتك قعدان يسو اما عقدي الا فسخو اما عقدي لا سعوديو هلكاسو تاغنانيا هدي هذا عقدي لا فسخو وها انو عاداتاي ان ملكيتن نينكي لها اي كجيرته ودي غاندي سو اري كسو بخين با قمي سو بخين با هدي بكي لا سعوديو اولا بنينا وحين عدانا يا مبيعدو إن يتهي ملك للمشتري من تاريخ العقد تاريخ العقد يلقى صوب لا بين يسق ملكي ما كانوا لبضان إن أهنا من العقد ترى والله مدو ده وحى ينا ملكي مركا بايع بيع ملكي مركا ريم قال بس خينا ده كواي بحق عنتي مشتركة هذا ما وها هلكا انو قعدانيا اما مد ولبا و خو ملكينيا
زوايد يا ديرات كيا منافع ده وحا وعد دارين الملكين من تاريخ العمد تاريخ العمد يا ريب وصل بلا ميسا مركز النري عمد يبا الله فسخي ان لي شيء ملك جيسا كما بحن وحي قرش حلي قال لقو يا شان ايساق لقو لي وحي كصوب حين ايساق عياله حدين لكن يمكن لسعود سيئي حلي عمد يلا وضا قرأي لقا صوب بلابو وحي كصوب حين وحالا مشتر وحي قرش لقو يا شركيب سنبا لقو لي زوايده حدوا وهم حي زوايده مثلا وادر در من عليه dirtiba miraysay de lagu deyn maayo ilaa way ku xumaaraysa waa la guraya waa la iibinaya xoolahi aanay leeyihiin de aanay lagu deyn maayo waa laga lisay waa la iibinaya waa zawaid manaaficuna waa maxay de waa guri uu kireysan yahay waa gaari uu kireysan yahay iyo wax la daqarash ba ka soo baxay halkaas ira mushaahid ba ka soo baxaysa taasina waa mushaahidii كداري قفق مركو ياشر ليفها أما بايعها هذا هو مركا دايب كي لفصخي أما هدان لفصير سعوتي مشتر أيا يراني كيب سدي وحال لقو يراني ياسام مقابل كذا النفقادة إيا خرش وحي وعد دايب ملكي يسينو يهي تاريض عقدي على قصة بلاوية مثلا دابة يا حيد دي دابة دي عرفة يبا هاد دي يقعد كيدا لسيو دي كي ملكي كذا ياشر يراني gaarigi wuxuu baahday shidaal iyo hagaajin iyo ilaalin iyo meeridii wuxuu baahday deeki milkigiisa yeeshay ayaa qarash yar lagu yeelanaya hadii khiyaarku midoon ilaa waa markii labadoodu ay ka wada lahaayeen midkood un baale milkigu kaas uu sugnaanaya laana isaga ayaa mar ka tasarumaya duuna qeyrihi haduu masalan baayac u ilaado shayga waan ka aybiye laakiin saddex shaar iska soo eegaya صدح ذا عيش وحي منفعيا ملك صوب حي سقى عياله قرش كري سقى اللي قولي هذو مشتر مركا لا يهينا مشتر بقى ملك يدي وصقنا تيو سقى اللي قوي يلا يا مركا قرش كي وحي كصوب حي سقى يلا نيم اثنين هلاك المبيع زمن الخيار شيء يو هلاك سما مدد خيار إذا تلف المبيع شيء مبيع ده مركو دينتم في زمن الخيار خيارك وقت يسيم ينظر والي فإن كان قبل القبض هدو قبض يكهر يهي أين المبيع لا يزال في يد البايع مبيع ذي كزول ما يستبايعك عن تيس كما يسولين فإن البيع ينفسق وفسق بيا ويسقط الخيار ودعيا سواء كان الخيار المشتري هيا أم البايع هيا ولعدم القدرة أود بانشري على تسليم المبيع اللي هو ويكون من ضمان البائع بايع دمانكين وكم من دخل أيام وعليه شيئا مبيع ذا لك ريب سليم صدح ذا أما الله وضع عشاء خيار كتشري هدي وشيء هلاك سمو هلاك أول لي يجي هدي قبل القبض شيء يونك عنت الله قلقين onigi bayaha iibiya aanu soo wareejinin ka hor u halaagsamo soo wari gacanta ku haya iibkaasi wuu fasaqmay khiyaarkaasina wuu dhacay khiyaarka ama mushtari hal ahaadee kiibsi ama baayac hal ahaado ninkii wax iibsanaa lacagtiisii uu leeyahay haddii uu bixiyey haddii aanu bixinna waxba laguma leh laannoo waxaan suurtagal ahayn shaygii mabiicdahayd in la dhiibo maxaa ka mid ahay shuruudda iibka تسليم المبيع حسنا وشرعا شيئا لا يبيع ولا ديبي كذا أقول ذيك عدو قريك شيئا ما له دون انتهي دي ما ديبي كريسين ضمان البايع بارو النقرية أوقف كان بايع دمان كيس أي مسؤولية ديس أيو كل انتهي ضمان البايع بكل انتهي هدو مركع أفا السماوية أقول انتهي هدو بايع دي لبو اسكم وإن كان الهلاك بعد القبض شيء هلاك سنكيس هدو يهي بعد القبض أي في يد المشتري مشترك عندي سهدو كل انتو فإن البيع لا ينفسخ إبقوا ما فسخ مايوم ولدخولي في ضمان المشتري مشتر دمان كيسو قلي بقبضه له عن كل يدعو كل قيم كما أن الخيار لا يزال باقيا سيدا خيار كبا وباقي ويحي سواء كان للبيع أم للمشتري هذا لأن الحاجة التي دعت إليه
حاجدي مركها كان ذي خياركن وهي الحفظ من الغبن وكذي الدقيق حفظين ذي لا تزال باقية كزول ما يسمد باقية فلمن عندي له الخيار وصلنا وحوصل حق إمضاء البيع وفصله حق إمضاء البيع وفصله حق إنهم بيعي سعوتيهم بس خابولين فإذا أمضي العقد أقضي مركز لسعود سيهم ووجيز لبنية وجوع على مشتري ثمن وبالين بيعي وقوة شوية لأنه تبين أنه ملكه أي عداطي وإذا فسق العقد أقضي مركز لفصغانا وجاب عليه رد مثله سواء كان العليا واجب كه أو قيمته يوم التلف ويسترد المشتري الثمن من سوء الشرية لأنه تبين وحدة أنه لم يدخل في ملكه إلى نقلهم وعلي العلماء شيء يعني خيارك الزمن كيسي هلاك سبي هدو كو هلاك سبو كل انتو بعد القبض انتي قفقي مشتركي بسي قعانت كل جاي ايو شيء يعني خيار نواجنا ايب كاسورت ما فسق مايو لأنه شيء يعني وحو قلي مشتركا دمان كيسي وقال مرها دو يساو قعانت كل جاي دمان كيسي وكتشرا كذلك خياركنا وباقي خيار كريم ماشي ويلا شيء حبدي تو مشترك ابدي لا ما مشترك كل انت خيار كريم ولي وبايع خيار كما بايع يبي هلها اما مشتري يمسد هلها لانه حاجتي كان طي خيار كانوا الحفظ من الغمد يعني كيلان انت يا اسك الى انت قبل يا دقيقه ولي وباقي وجلته هذا عندي خيار كان هذا او شيء انا مشترك عندي سكل انت عندي خيار كلاهيد اما باي هذا مكيب يا مي بصلاه هذه وحوصنا ذي انه دورته بيعي سعودسين دي سيفا سخين دي سا انه دورته ابو لي هذا عقد جيه هدي له سعودسيو الله بني مشتر واحد كوات شوية العقتي الا الشيء ويبسدي وكنك عندي سصوق علي مره دوك عندي سصوق علي إيبكي نوك عندي سيرة كل انتايم بايعي مثلا أما يساقين إيبكي وقل هذا دي واحد واجب قال لعكتين وقف فيه بيسي يوم شايقين يساقوا كل انتايم لأنه تبين أنه ملكه شايقين أنه انتوا ملكه المشتر فقال لعكتين بايعها سي يوم وإذا فسق العقد هذا شايقين انتايم ومشتر كل انتايم عندي سي أي عقد إلا فسقين ومحاصرنا قرية مركة وجب عليه رد مثله مشتر واحد لقوية لنا إياه إنه الشيء الشيء لم يدى بايعه عليه أو قيمته يوم التلف أما ما لنطاو لنتقيمه لها شيء مرها دون انتيون لسوعين كرينين خيار كنوا باقي إنه لو لفصقي وحكوها تشبيا إنه مركة الشيء الشيء لم يدى عليه هدو مثلي هاي هدو متقوم يهين قيميس وعليه يوم التلف ويسجنا ويسر يدون المشتري الثمن سن العقد بسوع الشريع وحليه دي العقد يدي سيادقنا لأنه تبين أنه لم يدخل في ملكي وحداتي ملك البايع إلى نجلين وكي سوى وحليه العقد يدي سي إيبكي هدين سعود سينينا دي الشيء قاقي وولد انت الشيء قال الله متكاوى الليلي أمي قيمه سوى الليلي بولي ثلاثة خيار الشرط هل قا واحد كغبحني خيار التشهي خيار كي تشيء يضوني دلوا دقف كل من يخيار مجلسيو خيار شرط يها هل كان هو خيار نقيصة خيار كي كان يستعيب ثلاثة خيار العيب الأصل وحواصرة في تعامل المسلم مسلم كا تعامل كيس يو لدغن كيس مع غيره وعدك لدغم يو وحواصرة النصح وعدم الغش نصيحين يقش الآن لأن في ذلك أكلا لأموال الناس بالباطل أرندا وحا وقصغا عند حوله ضدك باطل وعنيه وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغش وأكد أشد تحذير ديجتي وقعت كيد حين قال مركو يلي من غش فليس من ما قف غش سميار نقمد معها ومن الغش وحكمنا أن يكون في المبيع عيب يعلمه البائع إنا المبيع ذا خصو عند عيب وبيع وقلي هاي أجي هاي فيكتبوا عن المشتري مشتر مكقرين ولا يبين له عدين مايو
يدل على ذلك نوعه تسرية سبب ورود الحديث المذكور. فقد روى أبو هريرة وحورين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر وحو صومر في السوق السوق نعز على صبرة طعام كسر أشنا فأدخل يدهم فيها قعدوا الأحقلية فالنار ذا أسابعه بررا فريس بقويا قاري. فقالوا ما هذا يا صاحب الطعام ونقر شكرا ومحي قويا كري. قالوا يا رسول الله يا سابت السماء وها هري هوم كي. فقالوا حري على جعلته فوق الطعام ما هذا لا شيء كرك هذا ويالي ويدي كي يرى هنا صدق السيء واركان ما مغشى كغش السمية فليس مني أريا يقمد معها صبرة الطعام كوما من قمح ونحو وكوس يعني قال لي يوحي لمذا عربي خريق يعني قمدية وحي لمذا أسابته صباء المطر النازل من الصباء ربك الصباء ده كسو ده يا خلي عيلين علماء وحو أصلا تعامل كمسلمين تو أما قف كمسلم كاي عد كلا ولا تعامل أيو عدا كلا معاملة ده أيو وحكلا كذا شدة أيو أي نحم ريسا أما مسلم هذا ما غير كها هذا أصل كو وحو يلقو يقان قف كمسلم كاي نصح وعدم قش إنه نص حسم أيو غش يو حسكرين يو حكو قرين أم سمينين لأنه هدو غش جاي النصيحة أنت سمين وايو وحي نقول سادتك حوله هذي وباطل حوليهم إلينا ولا تقول أموالكم بينكم بالباطل إلى يوم الحولين باطل يا وحق دراكم خلعونينا نبي محمد نوى كدي صلى الله عليه وسلم غشك دقيت أو قدر أيو كدي مركويني من غش فليس منا قف غش سميان نجمد معها غشك وحا كمدا أي لا علماء ذو الشيئا مبيع دا قف غير عيب كوغي هاي قف غير يبين يعيب كوغي هاي دا بيه تلو كقرين يا قف غير مشترك هاي بسرية ولا عدين ما يو اسكا قادم الله هاي وغش وكان نبي صلى الله عليه وسلم نهيو لنا قمد مع قف غير غشك سميان وانا تلا دا شيء غير هل وحا سول لي حداد كو قادر يسو تكو غير يسو شيء غير علا دا سول لي والا غي ابايرو كو قلو oo isagana ilaahay ciladii u fudaydiyo waxaan arintaa tusinayaa inay qishtahay inuu qofku ceeb ku ogyahay badeecadan uu yimid inuu qariyo waxa tusinaya xadiidkan saxiixa ee imaam muslim uu warinayo xadiidka abu hurayra warinayo wuxuu leeyahay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam suuqa ayuu soo maray كوس راشيله هو اللي يبي أمام مثلا قد ما أمام شوية راشيله هو اللي يبي على تالا أيوة أرك استجوا ده دار كا مسلمين ده كيو سرية رسول قال ديا أيوة هذا راس سوقي هذا يدك هو هاي كلا جرع سرية سو كترول يو إيجي أنتم مالوا مركع إسكو صاحر أي مركع عيد إسكو من حيرني أسواق ده يسوقي هذا أيوة مرة يدك راشيكو ديا واحد عريان يسوي تعامليان أيوة إيجي ورسيدك المدحدي اللي قبل يدي ده مدحدي طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم قصعتي أيهم بخاف عصام ريكو سراشنا قعنت ودحجلي حاجة سرقوا كقل لي هاي حاجة هو سوق ويان إياه يسوى حاجة وسكر رضير هاشينج أيو أرك نجيبوا ما هذا يا صاحب طعام وروح عندو شركة قال له استرك قوي رواه محي وكسبوا عريال سابت السماء خاب كباه رايح رايو ده واسلا ده نوح النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حد حق السرير انت قوينا دوسو مري ويدي سي اي ددكو اسكا اركانو اسقو ردسن عيدي دوندينا اي كوب زيندي دون هاي كتر ما حد او قريسا اد راشين كان دري مركا قيبي قوينتا ان يرهو ترنا اي قلالنت هاي اد مركا ددكا او سو اد او خيامينسا من غش فليس مني قفقي غشي اس اني اي من ما طريقتي سناي ما هي اما نغا من ما النبي صلى الله عليه وسلم وعليه العلماء فقد دل الحديث وحتسيه على أن عدم بيان العيب عيب طول عدين غش لنا يتعيب وأن من واجب البيع وحكمنا أن يظهر العيب الذي في المبيع إنه واجب كان قفك وحيبين يعني وحوية إنه عيبتا مبيع يكوكي هاي إنه موتيهم ويبينه للناس ضد كلام عديهم يؤيد هذا وحأيده يقول صلى الله عليه وسلم للمسلم أخو المسلم
قفق مسلم يعني قفق غير مسلم قال ولا كي ولا يحل لمسلم مسلم حلال ما باع من اخيه بيعا يعني كيبي معناه دونين وكيبي يبيع فيه عيب اذا يكون سوداي الا بينه له ان وعد يم ويسكر حلال يقول غليسا مجر اخرج ابن ماجه يا سو صارين ويلحق غير المسلم نبيه مسلم قال له هليشين استدلالا يدو لدريشري بحديث بعموم الحديث حديث عن المنسى الذي قبله كوري ولان الاخلاق في الاسلام اخلاق ذا اسلامك اخلاق ذاتيه واخلاق ذاتيه ولبدها وتاغن انسانيه وبني ادمي يجب التخلق بها ان خلق يد على قدك يا واجبه مع المسلم وغيره قف مسلم غير قف غير كيما وحيلاقي حديث علماء وحط السنايا إن شيء قال هذه من يسوع عبتي سود عدين ولا قش أي تعيب وعقر عدين قلت سير يا واجب قفق مسلم كاي وحي من يصار إنه حوايا إنه عبته وشيء المبيع ده كوجي هينو موتشي تدخل وعديه حديث قال ابن ماجه لا يهوى يسوح تلمامي إنه قفق مسلم كاي قفق كلام مسلم كاي ولا لك يهين ورب النانين قف مسلم إنه ولالكي وحكي بيعيب وكوكي إلا إنه عدى يمو إياني حتى ما حديث قال ده مسلم بوش شاقي كي أم مسلم كاهينا ده كان مسلم كان بو إسلام من لهم دي هايو إنه ساقر وحي لك إيبين إيهي أم وحي عيبه إلا ده هاي لوقو قرنين أي يري واجو الله رني وقاله إساقر مركا وحي دونتا وقري أما مركا ساة دونتا وخيامين لأنه حديث كهر رأيي من غشة أما من غشنا من غش أبوي قفقي غش سمي عدو دونها كل سمي نقام من مهبا النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا يمرك وضايد مهيو حديث قال ساتو سنة إن قال يا إسلام مدن غش أن لقو سمي كرينين مد الله هذا أخلاق دان إسلامك أخلاق دو حق إسلامك أما أخلاق دا كان عصتها هاتو أما أخلاق ذاتها كلاباتي وأخلاق ذاتية وأخلاق ذاتية واللفت هذا وتاقد إنسان يؤمن أدمية وأي واجب تقفق مسلم كاهي إنه كل رقم وخلق يا أخلاق يقول نقطه مركو مسلم لا رقم يا مركو عيد كلام لا رقم يا تاسير وحي كام تاي مركي تجارتي يجنع ستادي هرئ مسلمين تو أي أخلاق ذا هي دغن كأوان أكسر إسلام قول لي هي حقا تجارة ذا هي وحيب انت هي وحيب سيا مرك يكون رغمين إن أي الأول كمان تا إسلام كوكوبا لي هي أي دين كوكا دا أخلاق ذو ذا إمكا ماليزيا هي اندونوسيا قارد دا دم إسلام وكوبا قارين جهاد يقري دعاء ذي مركا علم الله درين كوبا قارين بل دين دو وحي كو قادي وانا هلقى مسلم ماتوا قوبا ديهي وحي كو قادي نمان قناع سطاء وعمان يحضر موذي يكتغي ايه كو قادي مركي العركي اخلاق دودة بين غنتو دا بين لانتو دا خيام لانتو دا قش لانتو دا سماحة دودة ايه اللي محاوحان دي كو عن اللي انبياد ميك الوا مادي يعني واحد كلو كعلينا يا إنا يا ما وادي كعلينا يسوع أما إنا ذوق سكيج يسموه يعني واحد ضمير يا إيمان يا واحد كقبل يا متشلو ساد ردد بهضوق يعني خيارين وكبص على يو وادو يا شو وكو خيامين يا ساد ردد بمان تأدونك الدولة ده هي بروك تاي السيرة ده هي واحد ساكر توشيله يه تكسوه ده ملو البالغ دعيا ملك سوه البالغ دعيا وايد dowladii meesha wax ka qaban jireena meesha ma jireen ayay markay lacagtoodi sharaay iyo cid isaga diraama waa la wada dhacaya maantadaasan yaani qaar lacag afar ama 300 kun aanu garaqayno sharaayay ka dhaceen intay u diraanaysaa wax kaga imsada ay ka dhaceen marka binaadmi ya kale isaga ama awoodiyo dowlad ba ka qabanaysa sharci laakiin iimaaniye baa cabsi ka qabanaysa ma jirto ama qofka muslimka dee waxa weey akhlaaqdiisa iyo diindiisa iyo dhaqankiisa la qabanay marka waa la la yaabo waxa la yiri maxaa waxna idinku wacan been la'aantan amaanadan runtan yaani qish la'aantan waxa la yiri diinta ayaa noo saar noogu wacan
دين ذي هذا نفريس إن أنا نقيش السوينين دين ذي هذا نفريس الرمتة دين ذي هذا مال هذا نفريس دين ذي هذا مركا سمع هذا نفريس ودين دين محيطه مركا دين دي بهالك على غير هذه إسلام دي ما دي بيرقد سياسة مركا وما ده هذا من أندونيسيا يو مركا ماليزيا أيو أيكو سوق على إسلام دي ما ده أيسام كوفافو ما عند هذا غير عصت هذا مسلمين ته دوك قوش إيسا أما الصومالي لا سبا هذا يشينها هي وما ده يوتيجيان هذا أخلاق دي دقن كي إسلام دي ما ده له حاجة غير عصي يوتيجي لهاي وابد أمير هوري وده إسلام الحين بقى لكن أيه جوا بدهم يكير على البعض شريعة بدو كي كره يجي إلى الليل بدو يعني قش يجي ولا يمان يجي وتشي يجي ولا يمادن كوارث تجلها أيام ورانا يعني نسوي كيس أو نسيه تمرك واحد يالي واحد مرك قال دي إكيد وين مشر بل إسكيد ده إسلام ما إلا قصة إسلامه واحد لقى إسلام قيل لقونا على ذاك ونوع على بام مسلمين إن لا إله إلا الله خا أخلاق ده إسلام وقف ولا بهلك وكتشره وين وخيل عليها وكما يجب على البائع سيبايع واجب وقطهاي بيان العيب عيبته إنه عديه وكما يجب على البايع بيان العيب عيبته عدين ده يسي واجب قطه يجب بيان أيضا عيبته عدين ده يسي واجب على كل من عليم به عدك سوقاتي ولو كان غير المتعاقدين لماذا العقد يخرجل يبا يأهانين ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد وما حلاله يبيع الشيء لبنية إلا بيّن ما فيه وعدين وحكو الصغن ولا يحل لمن يعلم ذلك إذا رنت أغنى وما حلالها إلا بيّروا إنه وعد يمين أخرجه أحمد في مسنده يوريهم تلك المسلمين طاهي وادد ودرهن لواه وادد وادا عضو يصنع سيحين أيام سيقف جنب بايعها وحيبين أيام أي واجب وقلتها عيبت وشيء سكوكي هيرو عد أيام أذي أغن كلام مسلمة إيه آن لبدا قف وحكي ريبسان أيام آن أهيني haddaadu ga to walaalkaaga waxa laga yibinaya wax ceeb la inuu yahay adigana waxa waajib ku inaad u cadeeyso war magaari yar aad iibsanaysa war maali walba halkaan la fadhiyay isba uu kadeeday yahay yuu kaga arreynaa tiraado ya isaga ku kadeeyay war ma halkaan uu ka yibinaya war marka roobku soo daa biyaha qaada ayaa meesha kugu qaadire iska daa inaad tiraahdo oo aad waxaad ku ogtahay meesha ay qofgan lagu dagayo musika inaad markaa u cadeysa adigana waajib ay kugu noqonaysa haduu isagii u cadeey way adiguna u cadeysa waajib ay kugu noqonaysa waayo xadiith gaay imaam ahmed wariirayo ayaa wuxuu tilmaamay in aanay qofna xalaal u ahayn wax yibinaya ilaa waxa ku soo inuu cadeeyo mooyaana hadii markaa cid kale ay ogaato arintaana ayaa xalaal uma aha inay arinta cadeeyaan oo ay muujiyaan mooyaana فإذا حصل هذا مركو حصلوا نماذو عقد البيع يبكى عقد جنسي ولازم أو لازمون وقبض المشتري المبيع دم يترقف في مشترك أي وحيب السدينة وشيك عند كل يوم ولم يذكر له فيه عيب وحيبنا أن له شيء ثم طلع بعد ذلك على عيب فيه إن دا كد من عيب كوغادو كان البيع صحيحا حرتيب صحيح بن غريم وإنما يثبت الخيار للمشتري وإنما يثبت للمشتري وحوسك دانيا حق الخيار حق خيارك بين أن يرضى بالمبيع نكون أنه دع على ما فيه وحق سغن وبين أن يرده على البائعين كل يكي كيبي أو فيسخ البيع إبقى وفصغ ويسر الدفع من العقد له سعش طالما أنه لم يكن على علم بهذا العلم ما دام هو أن كسغنين أقول عبتها أولها أريتشرين لا عند العقد مركي عقدي ودعي ولا عند القبض هي قبض يكتيده وحيلاقي العلماء مركي ايبك حصلوا لازم ايه وقوا خيار كرا نماضو قفقي مشتركي وحيب سدينا الشيقي قعنت كل يقو وح عيبنا ان لو شيقين كدب انت كدب با قفقي وحوق هذا الشيقين وعيب ليهي اي سوق هذا إيبك هرت هو أنصح يا يو إيبك هاسي هو أنصح لكن قفقن وحيب سري أشياء عيبت اللوغو قريي أن لو شيئين كو قادي وحو لي حق الخيار سقا دور له وحو دور لي هينو شيئا عيبت لسكا هايستو أو إلا هذا إسكدا حبكو عدين ما يه وانا سكا هايستانيا إلهي ما يبركين مع العيبت إنو إلا حقو لي وحكرو لي هين إنو قفقو كسو يبسي كو عريولا ورشيئي أذيئي يبسي
نيو عيبتن ولي إبكي أرقوان فصخي لعكت هيديسي لكن ما حاشرد يا وإن أنو عيبتن أنو أغين مركي عقدي ودعيي إيا مركوك عنده كل جي مدن عيبتن وإن أنو أغين هادو عيبتن أغي هاي مركي عقدي وأركي يوحري وهل غاسرة ما هاي هاي هل كاي سريد قاريو كله هو ما هاي هل كاي وكير لي جابا لي سيدي بوكو قاط هذا هم بقى اللي ينور ماشى الوام حي تيما نقصوا علينا يا بولي لقى موقع إلى هذا وذر كيسي واردكو قاطتي مركو قعنده كل جي أيو شيء قالوا قاعد عيبتن ولا يهي استقبل مرها كموت شوك سنة قعنده كل جي مركا كمان غون خرب مركا مرها دون شيء قالوا قا إنه عيبتن لا يهي وكو قاطتي دي بقول من غون خرب ودليل ذلك أنا واحد يذو عائشة رضي الله عنها أن رجلا من أيام تاع غلامني بسدي أدوم بي بسدي فاستغله هو هذاك سوى نفسه ثم وجد به عيب العيب أيوك واركي فرده بالعيب عيبتي أيوك علي فقال البائع على غلة عبدي وأدوم كي كان لابني سحقي قبطي فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعلي الغلة بالضمان غلة يبدا الضمان كشيء ضمان كتشري أي الله قوي يا شيخ أخرجه أحمد إبتاع يشترى ويب سوي غلاما عبدا مملوكا أدون إليه غلة عبدي أي كسب وأجرة ما قام به من عمل واحد ويكسب كيسية وحي وشقق بطيب شهادة كسب بحيسي بالضمان أي يصحبها وحم مضريا ويملكها أو ملكنيا من كان ضامنا للسلعة قف قرص العدد ضمان قاضي حين حصلت مركي حصل الشيء أن دا وحي ودليل إليه إن عيبتها لقوع لنكره حديث قال إمام أحمد ورينا أيوه نين أيها وحو يبسري أدون أدون كيبو مال مكوشة قيسري كدبو عيب كواركي عيبتي أيو كعليون كيبو يلي شيء قاقي واكا عيبتا سوياشي أنا لعك تيديسي ويس قبسي الله بذين يو النبي صلى الله عليه وسلم أيها اللي سلتك أيو نينكي يبسري با وحو لا يحي وأدون كي قلو يمكي كوشو علي انتا صوم مال مدمو ليفسري ووشا قيري ووحسو ساري يغلذي حقي قبر يسار كسان النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان نكر مر هذو شيء عند كل يا دونكم دمان كيس سكره هذو اللي ترى يسوق خلي من لها مر هذا يصير تهاي أو دمان كيس أي كتشرتي دمان كيس أي كتشرتي دراد دوحي كسر بحيرة الغلة هنا يسوق كمته الغلة بالضمان وها أما وحي هاي الرواية كر الخراج بالضمان وقاعدة فقهية أيام مر الخراج بالضمان وها كسر بحية وها لو مضانية إذا مركا ضمان كيسة وكتشرو ويستدل لهذا أيضا واحد لو دل شريه بحديث المصرات نافقين لقاحية حديث كذا وسيأتي عند الكلام عن بيع المصرات حديث قاس روحي ناي من دونا مركا ينكاد لين النافق لقاحية إيه اللي إيبيي مركا ينكاد لين أبو حديث قاس روحي ناي من دونا حديث قاس روحي عيب لقو علم أيو أهقبنا النمو أيو إنا تسريا دير سؤال كاينو وشوكو الله عرب.